يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليك يا فرحه الزهراء وسرورها سلام عليك يا بهجه قلبها وحبورها سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها سلام عليك يا بحر علمها وطورها سلام عليك يا باب حكمتها وسورها سلام بجوامع السلام يا ابن القيمه فاطمه ما دام ليل او نهار وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره حلقات عنوانها يا امام هل من خبر ام ان الانتظار يطول الحلقه الثامنة والستون بعد المئتين. يا إمام. شوقي إليك. شوق الحنين. وعطشي إليك. عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك، شوق الحنين، وعطشي إليك، عطش أيام الجدب، وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام اني في انتظارك على طول محطات الطريق تفرق الجميع المغادرون غادروا الى حيث يغادرون والقادمون في انتظارهم مستقبلون معهم سيذهبون وستبقى محطات الطريق فارغة سألتحف الفراغ وغربة الأيام هم تضحك أيامي وأشوفنك. أم تضحك أيامي وأشوف فنك. فنك لو حزن, لو حزن أسود, أسود. يظل طول الطريق, الطريق. الدرب, الدرب مو حش يا إمام مو حش مو حش يا, يا إمام الدرب مو حش يا, يا إمام لا, لا صديج ولا صديجو رفيق, لا رفيق. سابقى اودع المغادرين واستقبل القادمين على امل ان تعود ونلتقي الى متى الى متى احار فيك يا مولاي والى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي يا إمام عزيز علي عزيز علي أن أجاب دونك وأنا عزيز علي أن أبكيك ويخذ لك ورايا عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا هل اليك يا ابن احمد سبيل فتلقى المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. هذا هو الجزء الرابع عشر. لا زال حديثي يتواصل فيما يرتبط ببرنامج المثال المستأنف وقد مر الكلام من ان برنامج المثال المستانف هو تجفيف لمنابع الظلم لدى النفس البشريه وهذه المنابع هي هي منابع البرنامج الابليسي تقدم الحديث عن الجهاله اولا السفاهه ثانيا الجهل ثالثا الخوف رابعا الفقر خامسا هذه من اهم منابع ومناشي ودوافع الظلم عند الانسان لا اريد ان اعيد ما تقدم من حديث لكنني ساستمر في اكمال حديثي المنبع السادس من منابع الظلم وهي هي منابع البرنامج الابليسي المنبع السادس الجنس الجنس حاجه طبيعيه للرجال والنساء وحتى للحيوانات لكنني اتحدث هنا عن الجنس عند بني البشر فالجنس حاجه طبيعيه خلق الانسان معها وخلقت مع الانسان الجنس يكون للتناسل والتكاثر ويكون للاستمتاع ويكون لإشباع جانب من عواطف الإنسان عواطف الإنسان متنوعة جانب منها يحتاج الى اشباع من هذا الطريق عند الرجال وعند النساء على حد سواء فالجنس حاجه طبيعيه للتناسل تاره للاستمتاع تاره اخرى وثالثه لاشباع نوع من انواع العاطفه البشريه عند الرجال وعند النساء على حد سواء الجنس حاجة كحاجة الإنسان إلى الطعام وإلى الشراب وهكذا ومثلما تكون حاجات الإنسان التي يرتبط بعضها بالسفاهه ويرتبط بعضها بالخوف ويرتبط بعضها بالفقر من منابع الظلم التي تقدم الحديث عنها كذلك فان هذه الحاجه اتحدث عن حاجه الجنس تكون منبعاً للظلم والمعصيه عند الانسان وهي ايضا من منابع البرنامج الابليسي ومن خلالها يتسرب برنامج ابليس الى الانسان ولا يوجد فارق في ذلك ما بين الرجال والنساء الجميع على حد سواء مشكله الجنس في الحياه البشريه في عالمنا اليوم في جانب قد يكون هناك حرمان جنسي وفي جانب آخر قد يكون هناك إدمان جنسي إلى حد تولّد أمراض الهوس الجنسي وما بين هذا وذاك هناك الاغتصاب وهناك الشذوذ وهناك وهناك التجاره الجنسيه صارت تجاره واسعه جدا في عالمنا اليوم على مستوى المتاجرة بالأجساد بأجساد النساء أو بأجساد الرجال على مستوى الأفلام السينمائية على مستوى المجلات والصحف والكتب على مستوى الملابس والاكسسوارات ووسائل ومكونات ومركبات الزينة حتى على مستوى الأطعمة والأشربة التجارة الجنسية فتحت لها أبوابا حتى صارت معلما من معالم السياحة في الكثير من البلدان التي يقصدها السائحون حكاية الجنس في عالمنا حكاية واسعة ما بين حرمان جنسي وأسبابه كثيرة وما بين ادمان وهوس جنسي واسباب ذلك كثيره ايضا وما بين هذا وذاك تتشعب الرغبات وتختلف المقاصد صار الجنس هاجسا من الهواجس الملازمه للحياه اليوميه عند البشر في كل مكان في الدول المتقدمه صناعيا وحضاريا وفي الدول المتخلفه صناعيا وحضاريا ايضا مشكله من مشاكل الحياه الانسانيه تصطرع فيها السياسه والاموال والامراض النفسيه والدين والاعراف الاجتماعيه الى غير ذلك على طول التاريخ البشري في جوله الباطل في دوله ابليس هناك عوامل هي اخطر العوامل المحركه للتاريخ الانساني السلطه المال الجنس لا نستطيع ان ندرس التاريخ في تفاصيله وفي احنائه المختلفه من دون ان نعود الى هذه العوامل الثلاثه السلطه المال الجنس الكثير من الاحداث الكبيره في التاريخ كانت هذه العوامل وراءها وربما كان الجنس منفردا في بعض الاحيان وراء تلكم الاحداث اذا ما ذهبنا نبحث عن جذورها وعن بدايه نشأتها وكيف تراكمت وتراكبت بعد ذلك تلك الاحداث الكبيره التي غيرت مسار التاريخ في هذا البلد او في ذاك البلد لا اريد ان اسهب في هذا الموضوع لكن الامر واضح صار لديكم الجنس منبع من منابع الظلم لدى النفس البشرية وقد حدثتكم عن الظلم المراد من الظلم كل أنواعه من ظلم الإنسان لنفسه من ظلم الإنسان لربه لإمامه للذين من حوله لأسرته لإخوانه في دينه لسائر خلق الله الظلم بكل أنواعه والحديث هنا عن منابع هذا الظلم والجنس منبع مهم ومنبع خطير من منابع الظلم ومن منابع البرنامج الابليسي البرنامج الابليسي يلعب كثيرا في ساحه الجنس ويتسلل الى العقول والى القلوب والى الرغبات النفسيه والى الخلجات الباطنيه للانسان من خلال هذه البوابه في برنامج المثال المستأنف مر علينا فإن المال سيكون متوفرا حينما يتوفر المال وتتحسن الأحوال الاقتصادية للمجتمعات وللأسر وللأفراد بنحو واضح وواضح جدا فإن توفر المال وأن ينفق بحكمة وبعقل ودراية إن كان من قبل الدولة أو من قبل المؤسسات العامة أو من قبل الأسر في برنامج حياتها اليومي أو من قبل الأفراد لشؤونهم الخاصة بهم توفر المال سيمنع الكثير من عوامل الهياج والتهييج الجنسي كثير من البشر اتجه للعمل في المجال الجنسي بكل اشكاله والوانه لحاجته للمال لا لرغبته في العمل نفسه وكثيرون ايضا لجاوا للفساد الجنسي لعدم توفر المال لديهم لجأوا للشذوذ لجأوا للاغتصاب لجأوا للعمل في برامج المافيات المتنوعة كي يكسبوا المال وهذا يورطهم في دائرة الفساد الجنسي بكل اشكاله لا اتحدث عن لون معين من الوان الفساد الجنسي اذ ربما يتصور البعض من انني حين اتحدث عن الجنس فإنني اقصد مباشرة العملية الجنسية الوقاعة الجنسي بين الرجل والمراه مثلا انا لا اتحدث عن هذا الموضوع هذا جزء من الموضوع قد يكون هذا اقل فسادا لان العمليه تدور بين رجل وامراه فقط الافلام السينمائيه الاباحيه اضرارها لا تعد ولا تحصى اضرارها على مستوى الافساد الجنسي واكثر من ذلك اضرارها النفسيه على الذين يشاهدونها فقط من دون ان يرتب اثرا عمليا على ارض الواقع من دون ان يمارس عملا جنسيا معينا متابعه هذه الافلام خصوصا حينما تكون المتابعه بشكل جاد وبادمان وبتضييع وقت طويل على هذه الافلام يولد امراضا وعقدا نفسيه هائله المشكله كبيره المشكله كبيره البرنامج ليس معدا لمناقشه هذه المساله بكل تفاصيلها هذه مشكله تعيش تاكل تشرب تستيقظ تنام مع البشر اعود الى برنامج المثال المستانث وفره المال هي جزء من برنامج تجفيف هذا المنبع الثقافة الواسعة العميقة المنتشرة تسبب اتزانا عقليا واتزانا عاطفيا وإنسانيا لدى الإنسان كذلك الحرية الحرية إذا كانت مؤيدة بحاله اقتصاديه مريحه بل هي اكثر من ان تكون مريحه تحقق للانسان اغراضه واهدافه وحاجاته اليوميه حريه مع ثقافه واسعه عميقه مع وفره اقتصاديه مع عداله توصل للرجال حقوقهم وتوصل للنساء حقوقهن فمثلما للرجال حقوق في الحياه للنساء حقوق في الحياه فلا بد ان تصل الحقوق المادية والمعنوية للرجال وللنساء ومن جملة ومن جملة حقوق الرجال وحقوق النساء هي حرية اتخاذ القرار اتخاذ القرار في الحياة العاطفية واتخاذ القرار في الحياة الجنسية بحسب الاحكام الصالحة التي سيوفرها برنامج المثال المستأنف الاحكام الصالحة في ساحة الجنس في افق الجنس فهناك الزواج الدائم من دون المعوقات والمشاكل والمنغصات التي نعرفها في واقع حياتنا اليوم في المجتمع البشري عموما وفي مجتمعنا الشيعي خصوصا هناك منغصات كثيره في أجواء الزواج الدائم والأمر هو هو هناك من العيوب ومن النواقص والنقائص في أجواء الزواج المنقطع بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء اسقاطات فساد رجال الدين واستغلالهم لسلطتهم الدينيه المعنويه الاجتماعيه الاقتصاديه يحرفون احكام الدين بحسب اهوائهم الاعراف الاجتماعيه التي تهيمن عليها اعراف القبائل والعشائر بعيدا عن الذوق الانساني وبعيدا عن الذوق الديني الاصيل هناك الكثير من المطالب التي يمكن ان تذكر هنا في كل هذه الاجواء مراكز التهيج الجنسي لن تجد لها مجالا للعمل ستنتهي مراكز التهيج الجنسي في الحياه البشريه بكل اشكالها وستكون هناك حريه جنسيه ضمن الاحكام الصالحه للزواج الدائم للزواج المنقطع وضمن التربيه التي ستنشا من خلال الثقافه المتسعه والعميقه ومن خلال حالة الاستقرار النفسي لأن البرنامج قد جفف الفقر جفف منابعه وجفف الخوف جفف منابعه وجفف منابع الجهالة والسفاهة والجهل قطعا سيكون هذا التجفيف نسبيا بالنسبه للاشخاص فان تجفيف منبع الجهل لا يعني ان الجهل سينتفي من حياه البشريه لا يمكن هذا الانسان هو الانسان والعقول مراتب ورغبات الناس مختلفه هناك من رغبته في العلم وهناك من رغبته في اشياء اخرى تكون بعيده عن العلم لكنني اتحدث عن شيء نسبي هذا الشيء النسبي هو الذي سيغير واقع الحياه على الارض مجموع هذه المعطيات ستغير الواقع الجنسيه في حياه البشر ومن هنا يتحقق هذا المعنى من ان المثال المستأنف قد جفف هذا المنبع انني اتحدث عن منبع الجنس اتحدث عن جهة فساده وإفساده عن جهة ضرره واضراره بحياه البشر حينما تحدثت عن تجفيف منابع الظلم انني اتحدث عن الجهه المدمره لحياه الانسان الجنس فيه جهتان جهه معمره لحياه الانسان وجهه مدمره لحياه الانسان انني اتحدث عن الجهه المدمره لا اتحدث عن الجهه المعمره لحياه الانسان الى هنا تم الكلام في منابع الظلم التاليه الجهاله السفاهه الجهل الخوف الفقر الجنس بقي عندنا منبع واحد وهو الاخير المنبع السابع انها طبيعه الانسان وبتعبير اخر الطبائع طبائع البشر وطبائع الحيوانات وطبائع الاشياء من حولنا طبائع الحيوانات لها علاقه بطبائعنا وطبائع الاشياء من حولنا ايضا لكنني اتحدث هنا بشكل خاص عن طبائع البشر طبائع البشر مع وجود الجهالة والسفاهة والجهل والخوف والفقر والجنس أتحدث عن الجانب المدمر من الجنس مع الطبيعة البشرية المهزوزة كل هذا سيشكل بيئة فاعلة ونشطة لانتشار الظلم والفساد والإفساد وستكون بيئة ملائمة لحركة البرنامج الإبليسي بكل طاقته وبكل حريته في مواجهه المشروع المهدوي من هنا لا بد من تجفيف الجانب السلبي في الطبيعه البشريه والمراد من تجفيفها هنا تغييرها وهذا ما يحدثنا عنه إمامنا الحسن السبط صلوات الله وسلامه عليه أنني أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان من الطبعة التي جمع فيها الجزآن في مجلد واحد صفحة 291 أذهب إلى موطن الحاجة من كلام إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدثنا عن امام زماننا يملا الارض قسطا وعدلا ونورا وبرهانا اذا امتلات الارض بهذه الحقائق فان الانسان برغبته من دون رغبته سيكون متاثرا بهذا الواقع الجديد البعض سيتغير برغبه شديده من عنده والبعض سيتغير بنسبه من التغيير رغم انفه لا يجبره احد الواقع هو الذي يفرض التغيير عليه تاره وهو يشعر واخرى وهو لا يشعر التغيير يطرا على الانسان بسبب الاجواء الضاغطه وحينما اتحدث عن الاجواء الضاغطه لا اتحدث عن الاجواء الضاغطه بالاكراه وانما كالبرد الذي ياتي منتشرا في كل مكان الجميع سيشعرون به وحينئذ سيرتبون اثرا على هذا الشعور ان يلجأوا الى وسائل التدفئه ان يلجأوا الى الملابس التي ستساعدهم على مواجهه البرد ان ينقلوا مكان جلوسهم من الهواء الطلق الى الاماكن المسقفه المدفاه يملا الارض قسطا وعدلا ونورا وبرهانا هذا هو الذي حدثتكم عنه في هذه الحلقه وفي الحلقتين المتقدمتين تجفيف منابع الجهاله والسفاهة والجهل والخوف والفقر والجنس في جانبه المدمر يملأ الأرض قسطا وعدلا ونورا وبرهانا يدين له عرض البلاد وطولها يدين له يخضع له معتقدا به يدين له يخضع له معتقدا به البلاد حينما يكون الحديث عن البلاد انه حديث عن اهلها عن سكانها وقطانها يدينون بدينه لما يجدونه من سلامه في العقيده وسلامه في الفكر وصدق في الاخلاق في القول والفعل يملا الارض قسطا وعدلا ونورا وبرهانا يدين له عرض البلاد وطولها لا يبقى كافر الا امن به سيكون الكافر مجبرا حين اقول سيكون الكافر مجبرا بسبب ما يراه من واقع جديد لا يبقى كافر الا امن به ولا طالح الا صلح الا صلح حاله هذا هو الهدف الذي سعى اليه الحسين في يوم عاشوراء هذا هو الاصلاح الذي كان يطلبه الحسين وليس اصلاحا حدث في الامه بعد مقتله مباشره تلك اكذوبه مراجع حوزه الطوسي الاصلاح هو هذا الذي قصده الحسين صلوات الله وسلامه عليه في برنامجه العاشورائي العملاق لا يبقى كافر الا امن به امن بحجه الله وبقيته ولا طالح الا صلح وتصطلح في ملكه السباع تصطلح هذا فعل مزيد وتصطلح جاء حرف الطاء ليعطي للكلمه قوه في الدلاله والمضمون وتصطلح في ملكه السباع انما تصطلح السباع وهي الحيوانات المتوحشه الوحشيه تصطلح لان طباعها ستتغير الحيوانات آكله اللحوم ستأكل حشائش والاعشاب طعام بارد وطبيعه هادئه من هنا ستصطلح السباع فليس هناك من اسد يهاجم الظباء غيله وليس هناك من نمور تهاجم الحيوانات وهي راتعه في الاماكن التي تاكل ما تاكل من أعشاب المراعي والحقول ليس هناك من ذئاب تهاجم الأغنام وليس وليس ليس هناك من خوف من الأفاعي والعقارب وتصطلح في ملكه السباع وتخرج الارض نبتها كل ما فيها من طاقه، كيف تخرج الارض نبتها؟ انها المعادن والاملاح والماء المختزن في تراب الارض مع ما ينزل من مركبات في مياه الامطار كل ذلك ستخرجه الارض لماذا لتغيير في طبيعتها الطبائع كلها ستتغير مثلما تتغير طبيعه البشر لا يبقى كافر الا امن به ولا طالح الا صلح تتغير طبائع الحيوانات وتصطلح في ملكه السباع وتتغير طبيعه التربه وتخرج الارض نبتها وتنزل السماء بركتها وتظهر له الكنوز وتظهر له الكنوز او وتظهر له الكنوز الارض تظهر له الكنوز والسماء تظهر له الكنوز فكنوز الارض في باطنها تكوين من نفس الارض ومما ينزل من السماء فهناك الكثير الذي ينزل من السماء الى ارضنا لا اتحدث عن جانب معنوي اتحدث عن جانب مادي ولا اتحدث عن الامطار فقط اتحدث عن كل شيء ينزل من السماء الى ارضنا في وقتنا هذا وفي وقت القائم صلوات الله وسلامه عليه وتصطلح في ملكه السباع وتخرج الارض نبتها وتنزل السماء بركتها وتظهر له الكنوز انها كنوز الارض افلاذ اكبادها كما عبر عن ذلك في روايات واحاديث اخرى نذهب الى فاصل قال رسول الله صلى الله عليه واله سيأتي زمان على امتي لا يبقى من القران الا رسمه ولا من الاسلام الا اسمه يسمون به وهم ابعد الناس منه مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنه واليهم تعود عن ابي خديجه قال قال ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج اثنا عشر من بني هاشم كلهم يدعو الى نفسه عن زراره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائم قلت خاص او عام قال عام يسمع كل قوم بلسانه قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه قال لا يدعهم ابليس حتى ينادي في اخر الليل فيشكك الناس وفي السياق نفسه يحدثنا إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من كتاب الخصال لشيخنا الصدوق الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 590 انه الحديث الرابع عشر عن امامنا زين العابدين صلوات الله عليه اذا قام قائمنا اذهب الله عز وجل عن شيعتنا العاهه هذا تغيير في الطبيعه الجسديه اذا قام قائمنا أذهب الله عز وجل عن شيعتنا العاهة وجعل قلوبهم كزبر الحديد الحديث هنا عن الجانب النفسي عن الجانب المعنوي للإنسان وجعل قوة الرجل منهم قوة أربعين رجلا ويكونون حكام الارض وسنامها اقرا عليكم الروايه مره اخرى كي تتجلى لكم معاني تغيير الطبائع الطبائع المهزوزه الضعيفه الهزيله المتردده تكون منبعا من منابع الظلم لانها تجعل الانسان خائفا خوارا جبانا ومر علينا من ان الخوف من منابع الظلم الخطيره جدا وهي من منابع البرنامج الابليسي في تدمير حياتنا الدينيه والدنيويه على حد سواء. تغيير الطبيعه هو تجفيف مهم جدا لمنبع خطير من منابع الظلم ولمنبع خطير وخطير وخطير جدا من منابع البرنامج الابليسي امامنا السجاد يقول اذا قام قائمنا اذهب الله عز وجل عن شيعتنا العاهه وجعل قلوبهم كزبر الحديد وجعل قوة الرجل منهم قوة أربعين رجلا ويكونون حكام الأرض وسنامها بهذا يمكنني أن أقول من أن منابع الظلم هذه إذا ما جففت فان الحياه ستتغير تغيرا كاملا تخيلوا معي حياه مجتمعا واقعا جفت فيه الجهاله والسفاهه والجهل والخوف بكل اشكاله والفقر بنحو مطلق وجف الجانب المدمر من الجنس وتغيرت الطبائع طبائع البشر طبائع الحيوانات طبائع الارض وما يخرج منها من نبات، طبائع كل شيء تغيرت من حولنا. اذا تخيلنا الحياه بهذه المقاييس وبهذه الموازين فهذا يعني ان الحياه قد تغيرت بالكامل. هذا هو برنامج المثالي المستأنف قطعا بنحو إجمالي إنه عرض لخطوطه العامه وبنحو مقتضب وموجز نذهب إلى فاصل عن الحسين بن المختار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان اما ان هادمه, هادمه لا يبنيه عن, عن امامنا, إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه, الله وسلامه عليه عام الفتح, عام الفتح ينبثق الفرات, ينبثق الفرات حتى, حتى يدخل, يدخل أزقة, ازقه الكوفه, الكوفة. عن بدر ابن الخليل الازدي قال قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه آيتان آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في اخره فقال الرجل يا ابن رسول الله تنكسف الشمس في اخر الشهر والقمر في النصف فقال ابو جعفر الباخر صلوات الله, صلوات الله عليه, عليه اني لاعلم بما تقول ولكنهما ولكن آيتان لم تكونا تكون منذ هبط, هبط آدم, ادم عليه السلام, السلام. بعد البيانات المتقدمه لتقريب صوره برنامج المثال المستانف ساخذكم في جوله محدوده ما بين كلماتهم واحاديثهم الشريفه كي نتلمس بعض ملامح الدوله القائميه المهدويه وسابدا من هنا كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة الجزء الثاني صفحة سبعمية واحد الحديث التاسع والعشرون بسنده عن المفضل ابن عمر عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا تناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمر إذا تناهت الأمور الى صاحب هذا الامر حينما يظهر صلوات الله عليه وحينما يستولي على الامر هذا المراد اذا تناهت الامور الى صاحب هذا الامر يظهر اولا وبعد ذلك يستولي على واقع الحياه اذا تناهت الامور الى صاحب هذا الامر رفع الله تبارك وتعالى كل منخفض من الارض وخفض له كل مرتفع منها حتى تكون الدنيا عنده بمنزله راحته الروايه لا تتحدث عن ان الجبال ستنخفض ومن ان المنخفضات سترتفع الروايه لا تقصد هذا المعنى الروايه تريد ان تقول من ان دولة القائم المهدي نظامها اجهزتها مؤسساتها تكون مطلعة على كل صغيرة وكبيرة في الارض بل في كل اجزاء الكون التي ستكون جزءا من الدولة القائمية المهدوية إذا تناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمر رفع الله تبارك وتعالى كل منخفض من الأرض وخفض له لصاحب الأمر كل مرتفع منها حتى تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته راحة اليد وسط اليد هذا المراد من راحه اليد راحه اليد وسط اليد وسط الكف حتى تكون الدنيا عنده بمنزله راحته فايكم لو كانت في راحته شعره لم يبصرها لو ان شعره خرجت في راحه يدي فهل ستغيب عن ناظري؟ كلما نظرت إلى راحة يدي نظرت إلى تلك الشعرة التي قد نبتت فيها إذا تناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمر رفع الله تبارك وتعالى كل منخفض من الأرض وخفض له كل مرتفع منها مرتفع أو مرتفع منها حتى تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته فأيكم لو كانت في راحته شعرة لم يبصرها الكلام هنا ينسب الى امامنا الامام ان كان في زمان غيبته او كان في زمان ظهوره هو مطلع على الارض وما فيها وعلى السماء وما فيها والدنيا عنده في هذه اللحظه كراحه يده وسيبقى حالها هكذا في زمان ظهوره ايضا انما الحديث هنا عن دولته عن حكومته عن مؤسساته عن نظامه انها دوله لا يخفى عليها شيء الكلام ليس خاصا بشخص امامنا صلوات الله وسلامه عليه ما هو حال امامنا دائما هكذا لا يخفى عليه منخفض في الارض ولا يخفى عليه مرتفع في الارض منخفض في الارض مرتفع في الارض لا يخفى عليه لا منخفض ولا منخفض ولا مرتفع ولا مرتفع الأمور واضحة لديه والدنيا عنده في كل الأحوال كراحة يده إنما الكلام هنا عن دولته عن وزرائه عن عماله عن أعوانه عن مؤسساته عن نظامه الذي سيحكم الدولة القائمية المهدوية من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق إلى تفسير القمي إنه علي ابن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت، لبنان صفحة 595 في الآية: وأشرقت الأرض بنور ربها. إنها الآية التاسعة والستون بعد البسملة من سورة الزمر. المفضل ابن عمر يحدثنا عن امامنا الصادق صلوات الله عليه في تفسير هذه الايه في تاويلها في بيان مضمونها واشرقت الارض بنور ربها امامنا الصادق يقول رب الارض يعني امام الارض فقلت فاذا خرج يكون ماذا وأشرقت الأرض بنور ربها ما الذي سيكون المفضل يسأل الإمام الصادق فقلت فإذا خرج يكون ماذا قال إذن إمامنا الصادق يقول إذن يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ويجتزئون بنور الإمام. التغير في جميع الاتجاهات هذا لا يعني ان الشمس ستزول او ان القمر سيندثر اندثار الشمس والقمر سيكون بعد الرجعة في مرحله التغييرات الكونيه الهائله التي تسبق يوم القيامه الكبرى الشمس باقيه القمر موجود لكن طبائع الاشياء تتغير كل شيء سيتبدل من هنا فإن الخلق سيجدون في نور الإمام ما يغنيهم عن نور الشمس والقمر وأشرقت الأرض بنور ربها، إمامنا الصادق يقول رب الأرض يعني إمام الأرض المفضل يسأل الإمام الصادق فإذا خرج إمام الأرض رب الأرض يكون ماذا قال إذن يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ويجتزئون بنور الإمام من تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه إلى دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي هذه الطبعة طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة صفحة أربعمية وأربعة وخمسين إنه الحديث أربعمية وثلاثة وثلاثين بسنده عن المفضل ابن عمر الجعفي رضوان الله تعالى عليه قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات وسلام عليه المفضل يقول: سمعته هكذا يتكلم إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها واستغنى العباد عن ضوء الشمس وصار الليل والنهار واحدا وذهبت الظلمة وعاش الرجل في زمانه ألف سنة يولد له في كل سنة غلام ولا يولد له جارية هذا لا يعني أن جنس النساء سيندثر لكن هناك من الناس من لا يريد الا الذكور في ذريته وهناك من الناس من يريد الاناث في ذريته وهناك من الناس من يريد الذكور والاناث الروايه تتحدث عن أولئك الذين لا يريدون إلا ذكورا وعاش الرجل في زمانه في زمان القائم ألف سنة يولد له في كل سنة غلام لا يولد له جارية يكسوه الثوب يكسو ولده الثوب فيطول عليه كلما طال ويتلون عليه اي لون شاء الروايه لا تريد ان تحدثنا عن هذه التفاصيل بحدود دقه الالفاظ الروايه تحدثنا بلسان الكناية من أن الرفاهية في الحياة ستكون واضحة وجلية ومن أن التغيير في الطبيعة البشرية وفي سائر الطبائع سيكون بنحو إيجابي الرواية تتحدث بحديث الكناية وبتقريب الصورة والفكرة إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها واستغنى العباد عن ضوء الشمس وصار الليل والنهار واحدا وذهبت الظلمة وعاش الرجل في زمانه الف سنه يولد له في كل سنه غلام لا يولد له جاريه يكسوه الثوب يكسو ولده غلامه يكسوه الثوب فيطول عليه كلما طال ويتلون عليه اي لون شاء نذهب الى فاصل عن ابن ابي عمير عمن ذكره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه قال قلت له ما بال امير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الاول قال لايه في كتاب الله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما قال قلت وما يعني بتزايلهم قال ودائع مؤمنون في اصلاب قوم كافرين فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر ابدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل فإذا خرجت ظهر على من ظهر من اعداء الله عز وجل جلاله فقتلهم في بصائر الدرجات الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان إنه بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه صفحة ثلاثمئه وثمانيه وسبعين انه الباب الخامس عشر الحديث الاول بسنده عبد الرحيم يقول ابتداني ابو جعفر إمامنا الباخر صلوات الله وسلامه عليه ابتدأني أبو جعفر فقال أما أن ذا القرنين ومر الحديث عن ذي القرنين أما أن ذا القرنين قد خير السحابين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب، الحديث عن السحابين عن وسائل النقل الفضائية، انها الوسائل التي استعملها ذو القرنين في رحلته الفضائية، الرواية تقول: الوسائل المتوفرة حيثما تتوفر منها ما هو ذلول والذلول هو السهل ومنها ما هو صعب ذو القرنين اختار الوسائل السهله اما الوسائل الصعبه وهي الوسائل المعقده قطعا ستكون اكثر رقيا، اكثر تقدما. هذه الوسائل حفظت لامام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. اما ان ذا القرنين قد خير السحابين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب قلت وما الصعب؟ قال ما كان من سحاب فيه رعد وبرق وصاعقه وقد مر هذا الكلام علينا في الغمامتين اللتين انطلق بهما امير المؤمنين والذين كانوا معه روايه سلمان فكان الرعد والصوت الهائل واضحا في الرواية تلك قلت وما الصعب قال ما كان من سحاب فيه رعد وبرق وصاعقة فصاحبكم الحجة بن الحسن فصاحبكم يركبه أما إنه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب أسباب السماوات السبع خمس عوامر واثنين خراب خمس عوامر واثنين خراب الحديث كما يبدو عن مجرات كوننا فهناك خمس مجرات عامره وهناك مجرتان ما هما بعامرتين مثلما عبرت الروايه خمس عوامر واثنين خراب نذهب إلى صفحة 379 الحديث الثالث عن سورة عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إن ذا القرنين قد خير السحابين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب قال: قلت وما الصعب؟ قال: ما كان من سحاب فيه رعد وصاعقه او برق فصاحبكم يركبه اما انه سيركب السحاب ويرقى في الاسباب اسباب السماوات السبع والأراضين السبع خمس عوامر واثنان خرابان الحديث الرابع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله خير ذا القرنين السحابين الذلول والصعب فاختار الذلول وهو ما ليس فيه برق ولا رعد ولو اختار الصعب لم يكن له ذلك لان الله ادخره للقائم حتى لو ان ذا القرنين كان قد اختار الصعب الامام يقول لم يكن له ذلك لان الله اذخره للقائم صلوات الله وسلامه عليه روايه في السياق نفسه الا انها اكثر تفصيلا اقراها عليكم من الجزء الثاني من الخرائج والجرائح للراوندي انها طبعه مؤسسه الامام المهدي المقدسه صفحه 930 الحديث يستمر ايضا في صفحه 931 عن إمامنا الباخر صلوات الله وسلامه عليه يقول: ان ذا القرنين كان عبدا صالحا نصح الله سبحانه فناصحه فسخر له السحاب وطويت له الارض وبسط له في النور وكان يبصر بالليل كما يبصر بالنهار وان ائمه الحق كلهم قد سخر الله تعالى لهم السحاب وكان يحملهم الى المشرق والمغرب لمصالح المسلمين ولاصلاح ذات البين وعلى هذا حال المهدي صلوات الله وسلامه عليه ولذلك يسمى صاحب المراه والمسمع فله نور يرى به الاشياء من بعيد كما يرى من قريب ويسمع من بعيد كما يسمع من قريب وإنه يسيح في الدنيا كلها على السحاب مرة وعلى الريح أخرى وتطوى له الأرض مرة فيدفع البلايا عن العباد والبلاد شرقا وغربا اقرا عليكم السطور الاخيره من هذه الروايه التي هي عن امامنا ابي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه وعلى هذا حال المهدي ولذلك يسمى صاحب المرأة والمسمع فله نور يرى به الأشياء من بعيد كما يرى من قريب ويسمع من بعيد كما يسمع من قريب وإنه يسيح في الدنيا كلها على السحاب مرة وعلى الريح اخرى وتطوى له الارض مره فيدفع البلايا عن العباد والبلاد شرقا وغربا نذهب الى فاصل من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا فيكون الباس من كل وجه ويل لمن ناواه وليس في الرايات اهدى من رايه اليماني هي رايه هدى لانه يدعو الى صاحبكم فاذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق، وإلى, وإلى طريق, طريق مستقيم. بحار الأنوار. الجزء الثاني والخمسون للمجلس الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي. صفحة 347 الحديث السادس والتسعون بسنده عن محمد ابن سويد الأشعري قال دخلت أنا وفطر ابن خليفة على جعفر بن محمد صلوات الله عليهما محمد ابن سويد الاشعري يقول دخلت انا وفطر ابن خليفه على الامام الصادق صلوات الله عليه فقرب الينا تمرا فاكلنا وجعل يناول فطرا منه انه فطر ابن خليفه وجعل يناول فطرا منه يناوله التمر ثم قال له كيف الحديث الذي حدثتني عن أبي الطفيل في الأبدال من أهل الشام والنجباء من أهل الكوفة يجمعهم الله لشر يوم لعدونا هذا الذي سال الامام الصادق هو فطر ابن خليفه هكذا يقول محمد بن سويد الاشعري دخلت انا وفطر ابن خليفة على جعفر بن محمد صلوات الله عليهما فقرب إلينا تمرا فأكلنا وجعل يناول فطرا منه ثم قال له كيف الحديث الذي حدثتني عن أبي الطفيل في الأبدال من أهل الشام والنجباء من اهل الكوفه يجمعهم الله لشر يوم لعدونا فقال امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: رحمكم الله بنا يبدا البلاء ثم بكم وبنا يبدا الرخاء ثم بكم رحم الله من حببنا الى الناس ولم يكرهنا اليهم فإن القانون الحاكم زمان الغيبة وزمان الظهور هو هذا رحمكم الله بنا يبدا البلاء ثم بكم هذا في زمان الغيبة وبنا يبدا الرخاء ثم بكم هذا في زمان الظهور الشريف رحم الله من حببنا الى الناس ولم يكرهنا اليهم هذا في الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار في كمال الدين وتمام النعمة إنها طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة الجزء الثاني صفحة سبعمائة الحديث الخامس والعشرون بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه كأني بأصحاب القائم وقد أحاطوا بما بين الخافقين الخافقان الشرق والغرب يعبر عنهما في لغة العرب بالخافقين فالخافقان هما الشرق والغرب. الامام الباقر يقول: كأني بأصحاب القائم وقد أحاطوا بما بين الخافقين فليس من شيء الا وهو مطيع لهم حتى سباع الأرض وسباع الطير يطلب رضاهم في كل شيء حتى تفخر الأرض على الأرض وتقول مر بي اليوم رجل من أصحاب القائم أنا لا أجد وقتا كافيا كي اقف عند كل كلمه عند كل جمله من هذه الروايات والاحاديث المهمه. ساقرأ عليكم الروايه مره اخرى. اذا ما جمعنا بين المعطيات المتقدمه في الحلقات السابقه وبين هذه المعطيات ستتضح الصوره جليه وواضحه جدا جابر الجعفي يحدثنا عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه كاني كاني باصحاب القائم وقد احاطوا بما بين الخافقين فليس من شيء الا وهو مطيع لهم حتى سباع الارض وسباع الطير سباع الطير انها الطيور المفترسه للطيور حتى سباع الارض وسباع الطير يطلب رضاهم في كل شيء حتى تفخر الارض على الارض وتقول: مر بي اليوم رجل من اصحاب القائم صلوات الله وسلامه عليه. نذهب الى فاصل. عن ابي حمزه الثمالي قال: قال لي ابو جعفر امامنا, إمامنا الباقر صلوات الله, الله عليه إنما, انما يعبد الله من, الله. من يعرف الله فأما, فاما من لا يعرف الله فانما يعبده هكذا ضلالا قلت, قلت جعلت, جعلت فداك فما, فما معرفه, معرفة الله قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه واله وموالاه علي صلوات الله عليه والائتمام به وبائمه الهدى صلوات الله عليه والبراءه الى الله عز وجل من, من عدوهم, عدوهم. هكذا, هكذا يعرف, يعرف الله, الله عز, وجل عز وجل في الجزء الثاني والخمسين من بحار الانوار صفحه ثلاثمئه وتسعين رقم الحديث 213 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن المؤمن في زمان القائم وهو بالمشرق ليرى أخاه الذي في المغرب وكذا الذي في المغرب يرى اخاه الذي في المشرق ما يجري في زماننا ينطبق عليه هذا المعنى يشعر بقرب عصر ظهور امام زماننا قد يكون الذي تتحدث عنه الرواية الشريفة بنحو آخر ربما هي تقنية تكون أكثر تطورا وربما القضية لا علاقة لها بالتكنولوجيا وإنما الأمر عائد إلى القدرات وإلى نور البصيرة الذي سيتفجر في قلوب أولياء الحجة ابن الحسن وحينئذ سيكون اتجاه الكلام اتجاها آخر هكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ان المؤمن في زمان القائم وهو بالمشرق ليرى اخاه الذي في المغرب وكذا الذي في المغرب يرى اخاه الذي في المشرق اذا كانت القضيه تعود الى التكنولوجيا فليس هناك من ضرورة ان يخصص الكلام بالمؤمن ان المؤمن في زمان القائم فان كل شخص سيكون هذا الامر متاحا له مثل ما هو الحال في زماننا فهذا التأكيد وباستعمال ان ان المؤمن في زمان القائم وهو بالمشرق ليرى اخاه الذي في المغرب الى اخر الروايه هذا التأكيد بان وبتوجيه النظر الى هذه الصفه إن المؤمن الكلام قد يشعر من أن الرواية ناظرة إلى نور البصيرة إلى القدرات والمواهب التي سينالها أولياء صاحب الأمر حينما يجمع عقول العباد فإنه سيجمع عقولهم بنحو خاص وحينما يكمل أحلام العباد فإن الإمام سيكمل أحلامهم بنحو خاص وحينما يبث العلم سبعة وعشرين حرفا فإنه سيوفقهم الى لباب هذا العلم هو سيمدهم بقوه التفهيم مثلما يفعل في زمان الغيبه وهو يرمي حقائق التفسير في مسامعهم ومثلما كان يسقي اولياءه في زمان الغيبه كؤوس الحكمه صباحا ومساء ويغبقون كاس الحكمه بعد الصبوح كما يقول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقد قرات ذلك عليكم من نهج البلاغه الشريف من الجزء الثاني والخمسين من بحار الانوار الى الجزء الثاني عشر من مستدرك الوسائل للمحدث النوري وهذه الطبعه طبعه مؤسسه ال البيت لاحياء التراث قم المقدسة الجزء الثاني عشر صفحة مئتين واثنين وثمانين إنه الحديث السادس بسنده عن يونس بن عبد الرحمن قال دخلت على موسى بن جعفر صلوات الله عليهما فقلت يا ابن رسول الله أنت القائم بالحق لماذا يسأل يونس ابن عبد الرحمن إمامنا الكاظم هذا السؤال يا ابن رسول الله أنت القائم بالحق هذا سؤال كان يتردد على ألسنة الشيعة يسالون الائمه جميعا ولكن يونس ابن عبد الرحمن يشير الى بعض الاحاديث التي وردت عن ابائه الطاهرين من ان سابعهم قائمهم ان شاء الله ان يكون قائما في برنامج محدود في فرج صغير البرنامج الكبير على يد الحجه بن الحسن العسكري والفرج الكبير على يديه ايضا لكن كان مقدرا لو ان الشيعه اتبعوا ما يريده الامام لتحقق لهم فرج صغير فرج مؤقت لكنهم فعلوا بالعكس لقد جاؤونا بدين ضلال بدين الواقفه لا اريد ان اتحدث عن هذا الموضوع يونس ابن عبد الرحمن يسأل الإمام الكاظم صلوات الله عليه أنت القائم بالحق مثل ما قلت لكم وردت أحاديث عن آبائه الأطهار سابعهم وهو سابع الأئمة في سلسلة الأئمة الأوصياء إنهم الأئمة الاثنى عشر هو سابع الائمه سابعهم قائمهم ان شاء الله اذا جرت الامور كما يريد الامام اذا سلمت الشيعه لامامها لكن الذي حدث حدث بالضبط ما هو مناقض لذلك فقلت يا ابن رسول الله يونس يقول أنت القائم بالحق، ماذا أجاب إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه؟ أنا القائم بالحق، كل إمام من أئمتنا هو قائم بالحق، مثلما كل إمام من أئمتنا هو باقر للعلم، وهو صادق في القول، وهو كاظم وهو رضا فكل الأئمة هكذا وإمامنا الحجة ابن الحسن العسكري هو المجتبى وهو الباقر وهو الصادق وهو الكاظم وهو القائم فالإمام الكاظم هكذا أجاب يونس ابن عبد الرحمن انا القائم بالحق ولكن القائم الذي يطهر الارض من اعداء الله ويملاها عدلا كما ملئت جورا هو الخامس من ولدي الى ان قال وهو الثاني عشر منا منا من الائمه الاوصياء من سلسله الائمه الاثني عشر يسهل الله تعالى له كل عسر ويذلل له كل صعب ويظهر له كنوز الارض ويقرب عليه كل بعيد ويبير به يبير يهلك ويبير به كل جبار عنيد ويهلك على يده كل شيطان مريد من هو ذلك ذلك ابن سيده الامام سيدة الإماء هو لقب من ألقاب سيدتنا نرجس صلوات الله عليها سيدة النساء فاطمة وسيدة الإماء السيدة نرجس والدة قائم آل محمد صلوات الله عليه وعليها. ذلك ابن سيدة الإماء الذي تخفى على الناس ولادته ولا يحل لهم تسميته حتى يظهره الله فيملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. ماذا قال إمامنا الكاظم يحدثنا عن خصائص عصر إمام زماننا؟ يسهل الله تعالى له كل عسر ويذلل له كل صعب ويظهر له كنوز الأرض ويقرب عليه كل بعيد ويبير به كل جبار عنيد ويهلك على يده كل شيطان مريد هذه العبائر الموجزه والجمل القصيره تخبرنا عن واقع العصر القائمي وعن خصائص الدوله المهدويه اقرا عليكم ايضا ما جاء في صفحه 365 وخمسه من الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار الحديث 144 نقله عن غيبة النعماني بسنده عن محمد بن جعفر إنه من أبناء إمامنا الصادق عن محمد بن جعفر عن أبيه عن أبيه الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا ماذا يقول له يقول عهدك في كفك هذا هو برنامجك نسختك من المثال المستأنف في كفك عهدك في كفك فإذا ورد عليك ما لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيها هل المراد تقنية وتكنولوجيا متطوره كجهاز يكون محمولا باليد يكون مشدودا الى اليد كالساعه التي نلبسها في ايدينا او ربما كخاتم يلبسه في اصبعه كخاتم سليمان الذي كان مركز القرار في حكمه الكونترول الرئيس في دوله سليمان كان في خاتمه فهل هذا الذي تتحدث الروايه عن تكنولوجيا معينه او ان امرا سيكون خاصا باولياء صاحب الامر اذا ما نظروا الى ايديهم اطلعوا على الحقيقه التي يريدونها تشرق نورا مثلما كانت يد موسى تشرق نورا وكانت آية من آياته وبرهانا من براهينه الربانية إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل اقليم رجلا هكذا يقول له يقول عهدك في كفك فاذا ورد عليك ما لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر الى كفك واعمل بما فيها نحن اذا اردنا ان نجمع المعطيات في كل الاحاديث التي تتحرك بهذا الاتجاه وتاتي بهذا النسخ فان الاحاديث ليست ناظره الى اجهزه او الى تقنيات انما اذكر الاجهزه والتقنيات لاجل تقريب المعاني هذه قدرات يهبها امامنا لوزرائه لقضاته لعماله للذين يعتمد عليهم في تطبيق برنامج المثال المستانف هذه قدرات خاصه نستمر في قراءة الرواية وفيها اشارة واضحة تدل على هذا الذي اتحدث عنه قال إمامنا الصادق ويبعث جندا إلى القسطنطينية، القسطنطينية كانت عاصمة للروم هي مدينة إسطنبول في زماننا كانت تسمى بالقسطنطينية وتسمى بالأستانة أيضا وسميت بإسطنبول بعد ذلك تغير اسمها إلى إسطنبول. القسطنطينية كانت عاصمة الروم كانت عاصمة للدولة المعروفة بالدولة البيزنطية وهي الدولة الرومية يضرب المثل بعظمتها من جهة حصونها وقلاعها من جهة عمرانها وتطورها من جهة رفاهية العيش فيها من جهة غناها وقوة اقتصادها ومن جهة قوتها العسكرية ومن جهة عظمة مدارسها ومن جهة عظمة كنائسها ودور عبادتها مدينة عظيمة يضرب المثل بعمرانها ورقيها وتقدمها وقوتها العسكرية الهائلة من جهة تحصينها العسكري من جهة قوة اسلحتها وتطورها ومن جهة قوة جيشها وخبرة قادتها كانت مثالا للعنفوان البشري فليس بالضروره ان الحديث يتحدث عنها بنحو جغرافي بنحو فيزيائي القسطنطينيه في زمانها عنوان لاقوى مدينه في العالم الامام لا يتحدث عن الجغرافيا هنا، إنه يتحدث عن الرمز، يتحدث عن مدينة في زمان ظهوره تمثل القسطنطينية في زمن الظهور، إنها قسطنطينية عصر الظهور وليس الحديث عن القسطنطينية القديمة امامنا الصادق يقول ويبعث جندا الى القسطنطينيه فاذا بلغوا الى الخليج جهه من البحر القسطنطينيه القديمه اسطنبول في ايامنا هي قريبه من البحر ما هي ببعيدة عن البحر المدينة التي يتحدث عنها إمامنا يتحدث عن مدينة قريبة من البحر ويبعث جندا إلى القسطنطينية في زماننا القسطنطينية اليوم هي نيويورك المدينة التي هي رمز للعمران وللاقتصاد ولرفاهية العيش وللقوة والغلبة ولكل شيء يبحث عنه الناس انها عنوان للاحلام البشريه التي تختصرها الاحلام الامريكيه لبني البشر قسطنطينيه عصرنا هي هذه المدينه التي كانت في يوم من الايام تسمى ب نيو امستردام حينما كان الهولنديون يسيطرون على تلك البلاد فلما سيطر الانجليز غيروا اسمها فصارت نيويورك يورك مدينه بريطانيه مدينه من مدن المملكه المتحده على اي حال قسطنطينيه زماننا هي هذه هل ستبقى قسطنطينيه الى وقت الظهور ام ان قسطنطينية وقت الظهور مدينه اخرى العلم عند الحجه بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه قال امامنا الصادق ويبعث جندا الى القسطنطينيه فاذا بلغوا الى الخليج كتبوا على اقدامهم شيئا اذن القضيه ما هي بأجهزته كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء إلا إذا أراد متصور ان يتصور من انهم يلبسون احذية خاصة انها تكنولوجيا متطورة وهم يبرمجونها يدخلون الكود اليها كي يسيروا على الماء يمكننا ان نتصور هذا التصور فاذا بلغوا الى الخليج كتبوا على اقدامهم شيئا ومشوا على الماء فاذا نظر اليهم الروم يمشون على الماء قالوا هؤلاء اصحابه يمشون على الماء فكيفه فعند ذلك يفتحون لهم باب المدينه فيدخلونها فيحكمون فيها بما يريدون اقراوا الرواية بكاملها كي تتضح الصورة لديكم. إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول يقول له عهدك في كفك فإذا ورد عليك ما لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر الى كفك واعمل بما فيها قال ويبعث جندا الى القسطنطينيه فاذا بلغوا الى الخليج كتبوا على اقدامهم شيئا ومشوا على الماء فاذا نظر اليهم الروم يمشون على الماء قالوا هؤلاء اصحابه يمشون على الماء فكيفه فعند ذلك يفتحون لهم باب المدينه فيدخلونها يدخلونها من دون حرب فيحكمون فيها بما يريدون لان الروم سيذعنون لحجتهم نذهب الى فاصل عن ابي, أبي حمزه الثمالي قال قال ابو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله, الله عليه, عليه يا ابا حمزة, حمزه يخرج احدكم فراسخا فيطلب لنفسه دليلا وانت بطرق السماء اجهل منك بطرق الارض فاطلب لنفسك دليلا عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ان الله عز وجل خلقنا فاحسن خلقنا وصورنا فاحسن صورنا وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه ولنا نطقت الشجرة وبعبادتنا عبد الله عز وجل ولولانا ما عبد الله في دلائل الإمامة للطبري الإمامي انها الطبعة التي اشرت اليها قبل قليل صفحة 462 رقم الحديث 443 بسنده عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا قام القائمُ استنزل المؤمن الطير من الهواء فيذبحه فيشويه ويأكل لحمه ولا يكسر عظمه ثم يقول له أحيا بإذن الله فيحيا ويطير وكذلك الضباء من الصحاري مثل هذا كان في بني اسرائيل. انا لا اريد ان ادخل في كل التفاصيل. الوقت يجري سريعا وعندي بعض المطالب التي اريد ان اشير اليها ولو بنحو مقتضب. عن امامنا الصادق صلوات الله عليه يحدثنا المفضل بن عمر. اذا قام القائم استنزل المؤمن الطير من الهواء فيذبحه فيشويه وياكل لحمه ولا يكسر عظمه ثم يقول له احيا باذن الله فيحيا ويطير وكذلك الضباء من الصحاري ويكون ضوء البلاد نوره فان البلاد تستغني بنوره عن نور الشمس والقمر مرت علينا الروايات والاحاديث في ذلك ويكون ضوء البلاد نوره ولا يحتاجون الى شمس ولا قمر ولا يكون على وجه الارض مؤذن من الحيوانات، من النباتات، من الكائنات المجهرية، من البكتيريا، من الفيروسات، إلى 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 ولا يكون على وجه الارض مؤذن ولا شر ولا اثم ولا فساد اصلا لماذا؟ لان الدعوه سماوية ليست بارضية الدعوة سماوية البرنامج ما هو ببرنامج ارضي الأرض عاصمة إني جاعل في الأرض خليفة وإلا فإن البرنامج يبدأ من السماء وخلافة القائم خلافة على السماء أولا وعلى الأرض ثانيا الكلام دقيق 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 جدا ولا يكون على وجه الارض مؤذن ولا شر ولا اثم ولا فساد اصلا هذه المعاني تتحقق بسبب تجفيف منابعها مثل ما مر علينا والبرنامج برنامج المثال المستانف برنامج سماوي لان الدعوه سماويه ليست بارضيه ولا يكون للشيطان فيها وسوسه لا يكون للشيطان فيها وسوسه في هذه الدعوه للذي يعمل بها اما الذين لا يعملون بها فان الوسوسه الشيطانيه ستكون باقيه البرنامج الابليسي يندثر بالتدريج لا يندثر دفعه واحده والا لماذا يعترضون على صاحب الامر في ايام دولته سيخرج معترضون لو لم يكن هناك فساد فمن اين جاء هذا الفساد؟ هناك حركات عديده ستعترض على صاحب الامر انهم العراقيون العراقيون هم الذين سيعترضون على صاحب الامر الروايات هكذا تحدثنا. الاوروبيون الامريكيون اليابانيون الاستراليون لن يعترضوا على صاحب الامر البرازيليون لن يعترضوا على صاحب الامر الذين سيعترضون على صاحب الامر العراقيون العراقيون الروايات تقول ما انا الذي اقول ولا يكون على وجه الارض مؤذ ولا شر ولا اثم ولا فساد اصلا هذا في اجواء العاملين بالدعوه السماويه لان الدعوه سماويه ليست بارضيه ولا يكون للشيطان فيها وسوسه ولا عمل ولا حسد ولا شيء من الفساد ولا تشوك الارض والشجر ليس هناك من شوك لا في الارض ولا في الشجر ولا تشوك الارض والشجر تشوك الارض اما ان المراد ان يخرج منها نبات الشوك كله شوك وشوك الشجر الشجر قد يكون فيه ثمر وقد تكون فيه ازهار يصاحب الازهار ويصاحب الثمر شوك او ان المراد من شوك الارض ما يدمي منها من احجارها ومن تضاريسها الجارحه فهي أرض شائكة، ولا تشوك الأرض والشجر، وتبقى زروع الأرض قائمة، لن تتعرض للاندثار على طول أيام السنة، وتبقى زروع الأرض قائمة كلما أخذ منها شيء نبت من وقته وعاد كحاله هذه طبائع جنانيه مقدمات لعصر الرجعه العظيمه فجنه الارض متى تتحقق؟ تتحقق في اخر عصر الرجعه العظيمه وإن الرجل ليكسو ابنه الثوب فيطول معه كلما طال ويتلون عليه أي لون أحب وشاء تستغربون هذا اليابانيون منذ زمان طويل صنعوا نوع قماش بامكان الانسان ان يغير لونه للون الذي يريده فايه غرابه في ذلك اذا كان الانسان قادرا على صناعه هذا الامر ولو ان الرجل الكافر دخل جحر ضب، الضب هذا الحيوان المعروف الحيوان الصحراوي الزاحف من زواحف الصحراء ولو أن الرجل الكافر دخل جحر ضب أو توارى خلف مدرة، المدرة هي أكوام من الطين أو توارى خلف مدرة أو حجر أو شجر لأنطق الله ذلك الستر الذي يتوارى فيه حتى يقول يا مؤمن خلفي كافر فخذ فيأخذه ويقتله ولا يكون لابليس هيكل يسكن فيه لماذا لان الامام سيقتل ابليس جسدا اما برنامجه سيبقى ستبقى اثاره ولا يكون لابليس هيكل يسكن فيه والهيكل البدن ويصافح المؤمنون الملائكه يكونون على تواصل معهم ويوحى اليهم ينزل الوحي على المؤمنين ويحيون الموتى باذن الله ما قبل قليل مر علينا من ان المؤمن يحيي الطير بعد ان يذبحه وبعد ان يشويه وبعد ان ياكله هذه الاوصاف قد تكون في العصر القائمي الثاني في عصر رجعة إمام زماننا وفي العصر القائمي الأول تكون بداياتها تتحقق مقدماتها وتتجلى بأكمل صورة في العصر القائمي الثاني في رجعته صلوات الله وسلامه عليه. فإمامنا له رجعة وله أوبة أيضا. عودوا إلى مجموعة حلقات هذا هو الحسين. ستجدون أجوبة لأسئلتكم التي ترتبط بهذه المضامين. سأعيد قراءة الرواية عليكم بنحو سريع عن المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا قام القائم استنزل المؤمن الطير من الهواء فيذبحه فيشويه ويأكل لحمه ولا يكسر عظمه ثم يقول له احيا باذن الله فيحيا ويطير وكذلك الظباء من الصحاري ويكون ضوء البلاد نوره نور الامام ولا يحتاجون الى شمس ولا قمر ولا يكون على وجه الارض مؤذ ولا شر ولا اثم ولا فساد اصلا لان الدعوه سماويه ليست بارضيه ولا يكون للشيطان فيها في تلك الدعوه السماويه للذين يعيشون في اجوائها ولا يكون للشيطان فيها وسوسه ولا عمل ولا حسد ولا شيء من الفساد ولا تشوك الارض والشجر وتبقى زروع الارض قائمه كلما اخذ منها شيء نبت من وقته وعاد كحاله وإن الرجل ليكسو ابنه الثوب فيطول معه كل ما طال ويتلون عليه أي لون أحب وشاء ولو أن الرجل الكافر دخل جحر ضب أو توارى خلف مدرة أو حجر أو شجر لأنطق الله ذلك الستر الذي يتوارى فيه حتى يقول يا مؤمن خلفي كافر فخذه فيأخذه ويقتله ولا يكون لابليس هيكل يسكن فيه والهيكل البدن ويصافح المؤمنون الملائكه ويوحى اليهم ويحيون الموتى باذن الله نذهب الى فاصل عن داوود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله امامنا الصادقي صلوات, صلوات الله, الله عليه, عليه ما, ما معنى السلام على رسول الله, الله. فقال, فقال ان الله تبارك وتعالى, وتعالى لما خلق, خلق نبيه, نبيه ووصيه, ووصيه وابنته, وابنته وابنيه وجميع الائمه, وجميع الأئمة وخلق شيعتهم اخذ عليهم الميثاق وان يصبروا ويصابروا ويرابطوا وان يتقوا الله ووعدهم ان يسلم لهم الارض المباركه والحرم الامن وان ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والارض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شيه فيها, فيها قال لا خصومه, خصومة فيها, فيها لعدوهم وان يكون لهم فيها ما يحبون واخذ رسول الله صلى الله عليه, الله عليه واله على جميع الائمه وشيعتهم الميثاق بذلك وانما السلام عليه تذكره نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه وفي دلائل الإمامة أيضاً صفحة أربعمية وأربعة وخمسين إنه الحديث أربعمية وأربعة وثلاثين بسنده عن محمد بن فضيل عن امامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه اذا قام القائم يامر الله الملائكه بالسلام على المؤمنين والجلوس معهم في مجالسهم فاذا اراد واحد حاجه ارسل القائم من بعض الملائكه ان يحمله فيحمله الملك حتى ياتي القائم فيقضي حاجته ثم يرده ومن المؤمنين من يسير في السحاب ومنهم من يطير مع الملائكه ومنهم من يمشي مع الملائكه مشيا ومنهم من يسبق الملائكه ومنهم من تتحاكم الملائكه اليه والمؤمنون اكرم على الله من الملائكه ومنهم من يصيره القائم قاضيا بين مائة ألف من الملائكه قطعا الروايات والاحاديث لم تصلنا بتمامها وكمالها هناك من الاحاديث ما ضاع وحتى الروايات والاحاديث التي وصلتنا تعرض الكثير منها الى نقص الى تحريف الى تصحيف ويضاف الى كل هذا فان الائمه يخاطبوننا بلسان المدارات ومع كل ذلك فانظروا إلى عظمة المشروع المهدوي أي مسار تختارون؟ تختارون مسار التعظيم الذي هو مسار قناة القمر أم تختارون مسار التقزيم الذي هو مسار حوزة الطوسي، حوزة النجاة؟ عرفتم الان العنوان الى اي شيء يشير المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم اقرا عليكم الروايه مره اخرى قبل ان اودعكم امامنا الرضا يقول صلوات الله عليه إذا قام القائم يأمر الله الملائكة بالسلام على المؤمنين بالسلام العلني المباشر والجلوس معهم في مجالسهم فإذا أراد واحد حاجة أرسل القائم من بعض الملائكة أن يحمله فيحمله الملك حتى يأتي القائم فيقضي حاجته ثم يرده ومن المؤمنين من يسير في السحاب ومنهم من يطير مع الملائكه يسير في السحاب انها وسائل الانتقال الفضائي وسائل الانتقال الجوي ومن المؤمنين من يسير في السحاب ومنهم من يطير مع الملائكه من دون الاعتماد على تلكم الوسائل ومنهم من يطير مع الملائكة ومنهم من يمشي مع الملائكة مشيا جعفر الطيار أبو الفضل العباس النماذج العليا للإنسان الطائر ومنهم من يطير مع الملائكة ومنهم من يمشي مع الملائكة مشيا ومنهم من يسبق الملائكة ومنهم من تتحاكم الملائكة إليه والمؤمنون أكرم على الله من الملائكة ومنهم من يصيره القائم قاضيا بين مئة ألف من الملائكة قد تقولون من أن الملائكة لا نزاع فيما بينهم، لا نزاع فيما بينهم كنزاع البشر كنزاع الحيوانات، كنزاع الشياطين كنزاع الجن كنزاع المخلوقات الاخرى من دواب السماوات في هذا الكون الفسيح لكن يوجد نزاع فيما بينهم بحسبهم وهذا واضح واضح في النصوص، لا اريد الحديث عن هذا الموضوع. صار واضحا الان لديكم الهدف والمقصد من العنوان الذي كررته ولا زلت اكرره المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم نلتقي غدا ان شاء الله تعالى اسالكم الدعاء جميعا في امان الله